لربما خلات محبة خالصة لهذا المدرب اللي يعرف قيمة الفريق الذي يدربه. الرجاء يبحث عن الهدف. اتجاه شباك الحارس محمد مسيفو بطريقة قل ما يقال عنها شبيرة، هيها بالصدر الكنترول. شوف كيفاش راوغ اليمين دياكيتي، وشوف كيفاش تقدم بطريقة رائعة من جانب عبد الجليل شبيرة، واعطى كرة بهذه الطريقة. العمل، وشوف كذلك تهي الكرة اللي كان من محسن يجر لما تحدث على الكرة القصيرة من جانب الرجاء. وقلت ما يمكن ان يقال بانه في اداء الرجاء هذا الموسم، يعني تحس كانه الرجاء بدا يسترجع الهوية المفقودة اللي فقدها واللي افتقدها كذلك جمهوره في السنوات الأخيرة. بدأت تيكي تاكا الرجاوية تتحدث وبدأت لغة